يعني طبعا معروف وتابعنا كتير جدا مواجهات الاهلي وابطال القاره الاوروبيه، لكن حتى البرازيل الاهلي كان عنده فرصه انه يقابل الاربعه الكبار على مدار تاريخ طويل جدا. انت لعبت مع سانتوس، لعبت مع انترناسيونالي، لعبت مع كورنثيانس، لعبت مع او هتلعب بكره ان شاء الله مع بالميراس، فبكده تكمل المجموعه. استكمالا للكلام اللي قلته في بدايه الحلقه وهي النظره على قدام، يعني قلت ان في فوائد كتيره جدا، قلت طبعا امبارح انه مهم جدا انه الجيل ده يخوض تجربه اللعب في مونديال الانديه، و90% من اللي بيلعبوا في مونديال الانديه ما لعبوش قبل كده، ما عندهمش خبره اللعب في بطولات كبيره جدا مع ابطال عالم. الاهلي الحقيقه قدر في فتره بسيطه جدا يجدد شبابه، يعني احنا النهارده عندنا فريق شاب محترم جدا، وهو الاول على المستوى المحلي ده ما فيهوش كلام، والاول ايضا على المستوى القاري ده ما فيهوش كلام، وكمان اضافه على ده انه بيحتل مكانه متقدمه جدا على مستوى العالم. دي حاجات مش وجهه نظر شخصيه او مش راي شخصي، دي حاجات بتاكدها الارقام. انت النهارده بتحتل المرتبه رقم 36 او الترتيب رقم 36 على مستوى العالم، يعني لما تجمع ببساطه شديده جدا اكبر خمس دوريات في العالم، المانيا، ايطاليا، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، يبقى عندك تقريبا 100 فريق. في اكتر من 60 فريق في الدوريات الكبيره دي ترتيبهم جاي ورا النادي الاهلي، ده غير بقى دوريات شرق اسيا وغير دوريات امريكا الجنوبيه وغير دوريات بقيه العالم كله. فبالتالي انت بتحتل النهارده مرتبه عالميه في حدود امكانياتك وفي حدود قدراتك الاقتصاديه وفي حدود امكانيات لعبتك، دي مرتبه كويسه جدا. عشان نبص على قدام، انا بيتهيالي طبعا انه الجيل ده محتاج يلعب كتير ماتشات مع فرق كبيره. طبعا ده ترتيب الاهلي على مستوى العالم طبقا لاخر احصائيات الفيفا، الاهلي بيتقدم بيجي ورا رينجر الاسكتلندي، وبيتقدم على بنفيكا البرتغالي وريال سوسيداد الاسباني وغيرها من الانديه كتير جدا. فاللي عايز اقوله لحضراتكم انه احنا عندنا النهارده نوال فريق محترم جدا ينقصه الخبرات، لانه انت نزلت معدل الاعمار بتاع اللعيبه بشكل كبير، عندك فريق شباب. مهم جدا جدا فكره التدعيم، يعني انا بيتهيألي ان اداره النادي الاهلي لما تيجي تبص على دعم الفريق مستقبلا اعتقد هيبقى الاضافات للعيبه سوبر ستار، يعني الاهلي مش محتاج لعيب يكون ستار، محتاج لعيب فذ. واذا كنت بتبص على انك انت تطور قدراتك وتنافس عالميا، دي بقى قصه ثانيه خالص هنتكلم فيها كتير جدا.